هذا اليوم وصل لنا جهاز تدفئة الكتف، طبعا قماشة مخمل، هذا من اللي يعانون من مشاكل بالرقبة ومشاكل بالكتف، أو لا سمح الله اللي عندهم كسور، يعني بهاي المناطق هاي هواي تخدمهم خاصة في فصل الشتاء. سعر 23 دولار، تقريبا ب35,000. طبعا يشتغل حتى على المولدة، 380 واط، ب4 درجات، وهاي بفوائد خاصة للي يعانون من آلام الرقبة والمشاكل اللي بالكتف. الأطباء طبعا يعرفونه. متوفر أيضا خدمة توصيل لجميع المحافظات.